بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفي العناوين. هلا الأمور أخذت مجراها الطبيعي، القضاء الصحيح. القضاء يبت الأسبوع المقبل بملف زياد عتاني، سوزان الحاج قيد التحقيق، والحريري يدعو إلى سحب الموضوع من التجاذب السياسي. جاني شخص اسمه سيد جعفر وقال لي إن يبغينا نتدرب في لبنان تبع حزب الله. البحرين تعلن اعتقال 116 إرهابيا مدعومين من إيران، بعضهم تلقى تدريبات في العراق ولبنان. النظام السوري يسيطر على 10% من الغوطة، وقوات غصن الزيتون تحرر قرى جديدة في عفرين. أهلا بكم. قضية الممثل المسرحي زياد عتاني خطفت الأضواء ولو مرحليا من وجه الانتخابات النيابية بعد المفاجأة المدوية والتي أحدثها الإعلان عن براءته، في وقت تمنت عائلة بني عتاني الإفراج عن ابنها في أقرب وقت ممكن. تقرير غيدة جبيلي. شهور وأسابيع مرت على اتهام الممثل والمسرحي زياد عتاني بالعمالة لإسرائيل، حينها كتب وأشيع الكثير من المعلومات والتسريبات إلى أن تم نقل الملف من جهاز إلى آخر. أيام على التدقيق والتحريات حتى برزت معطيات غيرت وجهة القضية. زياد عتاني بريء. مفاجأة مدوية لم تنتهي هنا، بل ترافقت مع بدء التحقيقات مع المقدم سوزان الحاج من دون اتضاح الوجهة النهائية لمسار التحقيقات أو الملف. وعلى الرغم من إشاعة الكثير من المعلومات بشأن التحقيقات القائمة، فإن جمعية آل عتاني فضلت التريث، متوقعة في مؤتمر صحفي الإفراج عن زياد في القريب العاجل، وشاكرة المعنيين على جهودهم في قضية ابنهم. العائلة طالبت بمتابعة التحقيق والعمل بكل الطرق لمحو أثار الإساءة التي لحقت به وببني عتاني. هلا الأمور أخذت مجراها الطبيعي، القضاء صحيح، وإن شاء الله براءة زياد كاملة، وزياد بيطلع إن شاء الله وراسه مرفوع قدام كل العالم. نحن نطلب لمن أساء لزياد أن يعتذر إلى زياد. حننطر القرار الصادر عن قاضي التحقيق، مش حنفوت بأي مندرجات وتفصيلات قانونية أخرى. إذ نشكر دولة الرئيس سعد الحريري ومعالي الوزير نواد المشنوق والقضاء المختص وشعبة المعلومات وكل الذين عملوا بصمت وتجرد على الجهود التي بذلوها لكشف المؤامرة التي حيقت بحق الفنان زياد عتاني. لن تمر هذه القضية هيك. زياد عتاني دفع ثمن غالي غالي جدا من حياته وحياة أسرته لهذا الاعتداء على كرامته وكرامة العائلة تبعنا. وبانتظار تكشف المزيد من الأسرار المتعلقة بالملف، ترجح مصادر متابعة أن يصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة حكما في قضية عتاني الأسبوع المقبل. إلى ذلك تابع الرئيسان ميشيل عون وسعد الحريري مستجدات قضية عتاني، داعين إلى إبعاد القضية عن التجاذب السياسي والإعلامي والالتزام بالقرارات القضائية والأمنية. دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى سحب قضية الفنان زياد عتاني من التجاذب السياسي والإعلامي والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء والأجهزة الأمنية المختصة. وتابع الرئيس الحريري قائلا إن القضية في عهدة الأجهزة القضائية والأمنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقا للقوانين بعيدا عن أي تسييس، وهو ما تولاه جهاز أمن الدولة في مرحلة ما وقام بواجباته في إجراء التحقيقات اللازمة استنادا للمعلومات التي تكونت بين يديه، وهو ما تقوم به حاليا قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات التي وضعت يدها على الملف بتكليف من الجهة القضائية المختصة. وأشار الرئيس الحريري إلى أن مستجدات قضية الفنان عتاني في عهدة القضاء الذي يملك منفردا حق البت فيها وتوجيه الجهة الأمنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس أمور غير مقبولة، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني وأجهزة الدولة الأمنية. وفي هذا الإطار اعتبر رئيس الجمهورية ميشيل عون أن ما تنقلته وسائل الإعلام وما صدر من مواقف حول عمل الأجهزة الأمنية والتحقيقات التي تجريها في مواضيع تتعلق بأمن البلاد وسلامتها هو خارج عن إطار الأصول والقواعد القانونية التي تحفظ سرية التحقيق، كما أنه يستبق الأحكام التي يمكن أن تكون صادرة عن القضاء فضلا عن كونه مليء بالمغالطات. ودعا عون إلى ضرورة
التزام الجميع سرية التحقيق وعدم توزيع أي معلومات قبل اكتمال الإجراءات القانونية والقضائية المرعية الإجراء، كما شدد على ضرورة إبقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها بعيدة عن أي استغلال لأي هدف كان. وفي إطار المستجدات التي طرأت في قضية الممثل زياد عتاني، صدر عن مكتب النائب هادي حبيش بيان قال فيه: بالرغم من دقة وحساسية الموقف الذي نمر به كعائلة، نؤكد للرأي العام أننا تحت سلطة القانون ونحتكم أولا وأخيرا لعدالة القضاء الذي نحترم ونجل. وتمنى حبيش سحب الموضوع من التداول الإعلامي. بعيدا عن السياسة، شهد وسط بيروت التجاري فعالية احتفالية تحت عنوان بحبك يا لبنان تستمر على مدى يومين. تحت الأضواء وعلى وقع صوت الموسيقى انطلقت الاحتفالات في ساحة النجم وسط بيروت ضمن فعاليات بحبك يا لبنان. بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمال بسهلك. على مدى يومين تمتد الفعالية التي تتضمن احتفالات وحفلات راقصة ونشاطات ترفيهية ورياضية برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. دولة الرئيس سعد الحريري مصر أن يرجع الحياة لوسط مدينة بيروت، وهذا وسط مدينة بيروت هو قلب بيروت اللي هي لكل اللبنانيين، ونحن مستمرين ومصرين بعد هذا الاحتفال الكبير الحلو يلي عم تشوفوا قدامكم. حيضل في ايفنتس ورا ايفنتس، نشاطات ورا نشاط، كل اسبوع حنشوف شيء جديد لحد ما ان شاء الله نتمم الفرحة الكاملة ونشوف كل هالمحلات رجعت عم تشتغل طبيعي وانتلت كلياتها ورجعت العالم تعودت ترجع تنزل على وسط بيروت. شوي بتعقد عن جد، الناس كلها مش معقول عن جد، هيدي بيروت، هاي العاصمة، هيدا الوسط، هذا اللي كان يحبه رفيق الحريري، هذا اللي بده اياه الشيخ سعد الحريري، عن جد عم يرجع كل الناس تجتمع بالساحه. وياتي المهرجان لاعاده الحياه الى وسط بيروت وتشجيعا للمواطنين واصحاب المؤسسات. في غانا فاز مرشح مصلحة الشباب في تيار المستقبل أحمد الرشواني بالإجماع بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي، وبعد انتخابه أهدى الرشواني فوزه إلى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء الحرية وإلى جميع الشباب الذين يؤمنون بالتغيير والحرية. الرئيس سعد الحريري بارك عبر تويتر لرشواني بهذا الفوز وبحصوله على الإجماع في الأصوات، وباعتباره أول شاب عربي يصل إلى هذا المنصب. بدوره بارك الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري فوز الرشواني، وقال عبر تويتر: نثق بكفاءتك بنقل واقع الشباب اللبناني والعربي، لقد آن الأوان أن نعول على دور الشباب في قيادة مستقبلنا نحو الأفضل. وتتابعون في هذه النشرة بعد الفاصل: أحمد الحريري نخوض الانتخابات من أجل الاعتدال. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. خلال جولة له في عاصمة الشمال، أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن التيار سيخوض الاستحقاق النيابي من أجل المحافظة على الاعتدال في وجه التطرف. أكد الأمين العام للتيار المستقبل أحمد الحريري أن العلاقة مع الناس تقوم على أساس العز والكرامة وليست علاقة من أجل استحقاق هنا أو هناك. وخلال جولة له في عاصمة الشمال طرابلس، استهلها من مطعم عكرة في السرايا العتيقة، يرافقه النائب سمير الجسر والمنسق العام لطرابلس ناصر عدرة بحضور حشد من التجار والقادة الأمنيين في طرابلس. وصف أحمد الحريري تجار طرابلس بعصب المدينة الذين تحملوا كل التحديات السياسية والأمنية في المدينة. هذا الاستحقاق اللي جاي نحن حنخوضه لنحافظ على الاعتدال بوجه التطرف، لنحافظ على مناطقنا وساحاتنا من انه تنخرق ويصير فيها مشاكل أمنية.
نحن متجذرين بهيدي المدينة، نحن متجذرين بهيدا البلد، نحن ما جايين نتحدى حدا أبدا ولا جايين نحكي على حدا. اللي بده يحكي علينا بنقول الله يسامحه، ولكن نحن ما جايين نحكي على حدا. نحن جايين نقول انه بدنا نحط ايدنا بايد اهل هيدي المدينة لنرفعها ونعلي من شأنا ونجعلها بأعلى المراتب بلبنان. بعد الخطة الأمنية اللي صارت طويت هذه الصفحة وإن شاء الله طويت إلى الأبد. وعلينا اليوم كلنا أن نشتغل لنهضة المدينة ول يعني الازدهار والشغل اللي فيها. نحن التجار جينا اجتمعنا كل يومنا هون لحتى نأكد خيار الاعتدال، خيار دولة الرئيس سعد الحريري. وفي منطقة باب التبانة أقيم للأمين العام للتيار استقبال شعبي في شارع سوريا قبل أن يؤدي صلاة الجمعة في مسجد خليل الرحمن في المنطقة. بعدها انتقل الحريري إلى ملعب الدراويش حيث التقى عددا من نساء وأبناء المنطقة واستمع إلى مطالبهم، ثم شارك في مأدبة غداء أقامها على شرفه المختار محمود جابر في مسجد خليل الرحمن. وخلال زيارته دار الأرقم لتحفيظ القرآن الكريم شدد أحمد الحريري على تثبيت الاستقرار في باب التباني من أجل أهلها ومستقبل أولادهم. هذا الاستحقاق القادم، تيار المستقبل بهذه الدائرة نازل لوحده، نازلين لوحدنا، لأنه منعرف أنه بالزمانات طلعنا كتير ناس على ظهرنا وما بقتش بدها مثل ما بيقولوا. يجب أنه نقدر حالنا ونعرف حالنا أنه رقم صعب، وهذا الشيء بمحبة العالم وبالعلاقة مع العالم وبالعلاقة مع الناس، وأهم شيء بهذه العلاقة هو الصدق. من جهته تطرق الجسر إلى ملف الموقوفين الإسلاميين واعدا بالدفاع عن الأبرياء، والرئيس الحريري صادق بوعده. أما رئيس دار الأرقم الشيخ كميل البستاني فنوه بدور قيادة المستقبل في عملها على قانون العفو. ثم زار أحمد الحريري والجسر مركز الإخلاص الطبي حيث عقدا لقاء مع رئيس المركز محمود الأحمد، كما زار الشيخ وليد طبوش في مركزه في شارع سوريا. الأمين العام لتيار المستقبل زار أيضا جمعية دعوة الإيمان ومعهد كلية الدعوة والإرشاد في منطقة أبي سمرة في طرابلس، حيث التقى رئيسها الشيخ حسن الشهال الذي شدد على أن المحاولات لإضعاف الرئيس سعد الحريري هو خطأ بحق لبنان أولا وبحق الطائفة السنية ثانيا. وتوجه لأحمد الحريري بالقول إن تشريفكم غال علينا ويدنا ممدودة للتعاون والتفاهم على كل ما فيه الخير للوطن وللطائفة السنية ولوحدة الصف الداخلي. ورد أحمد الحريري شاكرا الشيخ الشهال على مواقفه الحريصة على الرئيس سعد الحريري وعلى الوحدة الإسلامية في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن بعض الأفرقاء يحاول عزل القوات، وأضاف خلال عشاء أقامه وعقيلتها النائب ستريدا جعجع في معراب لحشد من فعاليات وأبناء مدينة بشري. قال إن هناك من لا يريد قيام الدولة بل استمرار الفساد في المؤسسات، وبالتالي فإن أداء القوات اللبنانية غير ملائم لمشاريعهم. وأعلن جعجع أن القوات لن تتحالف مع أي من الأحزاب الأخرى في دائرة الشمال الثالثة، وستقتصر التحالفات على بعض المستقلين، داعيا أهالي مدينة بشري إلى التصويت بكثافة في الانتخابات المقبلة والمساعدة قدر الإمكان في معركة بعلبك الهرمل. أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال جولة له في زغرتا أن الزيارة لهذا القضاء ليست استفزازية، خاصة وأن التيار الوطني الحر هو مشروع لبناني صرف. اليوم نحن وقضاء زغرتا ما فينا إلا ما نحن نحمل معنا هالفكر الحر، لأنه زغرتا أنجبت كثير من الأبطال بالتاريخ، دافعوا عنا وقتلوا كرمالا واستشهدوا من أجله ومن كل الفئات. ما فينا ما نكون هون وما نستذكر شهداء للبنان سقطوا من أجل لبنان. توني فرنجي الوزير ورونيه معوض الرئيس
شهيدين من عيلتين كبار سقطوا من أجل لبنان، كل واحد بلحظة وبساحة وبظرف، إنما بالآخر ما بنفكر فيهم إلا تفكير واحد إنه هن شهداء للبنان، وما بيجمعنا إلا لما بنفكر بشهدائنا إنه هن واحد لقلنا سقطوا بالنهاية لأنه عم بيدافعوا عن لبنان، ولأنه كرمال شهادتهم مع ألوف ألوف غيرهم نحن علينا نكفي وعلينا منخون هالشهادة. الاستحقاق الانتخابي في دائرة صيدا جزين كان محور اللقاء الذي عقد في مجدليون بين رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري ونائبي تكتل التغيير والإصلاح زياد أسود وأمل أبو زيد بحضور منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب ناصر حمود. الحريري كانت لبت دعوة عائلة الحاج أبو توفيق السن إلى لقاء مع آل السن وأنسبائهم في حي البراد في المدينة، حيث استمعت إلى آرائهم في موضوع الاستحقاق الانتخابي وقضايا عدة تهم المدينة. نبقى في الجنوب، حيث أعلن نجل النائب الراحل سمير عزار المحامي إبراهيم عزار في مؤتمر صحفي عن ترشحه عن المقعد الماروني في دائرة صيدا جزين. صممت على الترشح عن دائرة صيدا جزين وإيماني مطلق بأنه لدي مخزون ثقافي وإنساني بين موروث ومكتسب يمكنني وضعه بخدمة مجتمع دائرتنا والمساهمة في تطوير العمل الاشتراعي والوطني بشكل بناء والعمل على تأمين سائر الخدمات والحقوق للمواطنين، كما العمل على صون العيش المشترك في وطن أردنا جميعا واحدا للحرية والعدالة والثقافة والانفتاح. وتتابعون في الأخبار الإقليمية والدولية بعد الفاصل. الجيش اليمني ينقل المعارك للمرة الأولى إلى أرحب. أهلا بكم من جديد. فككت وزارة الداخلية في البحرين خلية إرهابية من 116 عنصرا شكلها الحرس الثوري الإيراني، وبعضهم تدرب في معسكرات بإيران والعراق ولبنان. أحبطت الأجهزة الأمنية في البحرين عددا من الأعمال الإرهابية واعتقلت خلية من 116 عنصرا ينتمون إلى تنظيم إرهابي شكله الحرس الثوري الإيراني من خلال توحيد تنظيمات إرهابية عدة، وذلك عبر تزويدهم بالأموال والأسلحة النارية والعبوات الناسفة وتكثيف عمليات تجنيدهم وتدريبهم في معسكرات تابعة للحرس الثوري في إيران وكتائب عصائب أهل الحق في العراق وحزب الله في لبنان. وقد كشفت التحقيقات أن هذه المجموعات الإرهابية تدار بإشراف مباشر من قيادات هاربة وموجودة في إيران والعراق ولبنان، ومنها عقيل الساري، مرتضى السندي وقاسم المؤمن. في عام 2016 أثناء دراستي كلمني مرتضى السندي عن التجنيد والتدرب على السلاح في العراق، فوافقت وأرسلني في نفس العام إلى العراق للتدرب في معسكرات تابعة لكتاب حزب الله العراق. سنة 2017 كلمني عبد الله الوردي ان اروح الى ايران واتدرب، هو كان موجود في ايران متدرب عند الحرس الثوري تبع تيار الوفاء. 2015 تم التواصل مع عبد الله المدني، رتب لي السفر الى ايران، ذهبت الى ايران بالتحديد منطقه طهران، اتجهت الى معسكر تابع حق الحرس الثوري الايراني للتلقي التدريبات العسكريه. جاني شخص اسمه سيد جعفر وقال لي ان يبغينا نتدرب لبنان تبع حزب الله، فوافقت على الموضوع انا ورحنا شهر 7 تقريبا في حدود شهر 7، وبعدها طلعنا الى لبنان. بعد 3 ايام جاء الشخص بنفسه ودانا الوادي. هذا وضبطت الأجهزة الأمنية عددا من مواقع تصنيع وتخزين العبوات المتفجرة، وتبين أن التنظيم الإرهابي كان يخطط لاستهداف قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن، إضافة إلى منشآت نفطية وحيوية بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وضرب الاقتصاد الوطني وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.
استعادت قوات النظام السورية السيطرة على 10% من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق بعد معارك برية مستمرة منذ أيام ضد فصائل المعارضة بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي إطار متصل بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا جراء هجمات النظام منذ التاسع عشر من شباط الماضي أكثر من 720 شخصا. وفي عفرين أغار الطيران التركي على مواقع للنظام ما أدى إلى مقتل 36 من عناصره على الأقل. لا جديد في مشهد الغوطة الشرقية التي تعيش حصارا المدنيين وقصفا يطال منازلهم وجرحى ودمار. دوما والمحمدية وحرست وشوفينية تعرضت إلى غارات مكثفة من الطيران الحربي والقصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ والمدفعية. وتحدثت المعارضة عن خسائر كبيرة مني بها نظام الأسد بعد محاولة عناصره التقدم على جبهة الريحان مما أدى إلى مقتل العشرات منهم وتدمير آليات عسكرية. في هذا الوقت بحث وزير خارجية فرنسا وتركيا هاتفيا الوضع الإنساني في سوريا ولا سيما الغوطة الشرقية وطالبا بإيصال المساعدات ووقف إطلاق النار حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. أما في الشمال السوري فالمواجهة مستعرة في عفرين حيث قتل ما لا يقل عن 36 من عناصر النظام بغارات جوية تركية استهدفت معسكرا لهم في كفر جنة بالمدينة. وفي الميدان نشرت فصائل المعارضة مقاطع لفيديو قالت إنها داخل مدينة راجو ثاني أكبر معقل للوحدات الكردية وأنزلت علم النظام السوري بعد السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة بالإضافة إلى 3 قرى جديدة محيطة بها وبلدتين في ناحية جنديرس. بدورها نفت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على كامل راجو مشيرة إلى أن مجموعة من القوات التركية والجيش الحر تسللت إلى المدينة وأن الاشتباك متواصلة بين الجانبين. أعلن الجيش الوطني اليمني انتقال المعارك وللمرة الأولى إلى مديرية أرحب بالقرب من العاصمة صنعاء. في المقابل قصفت طائرات التحالف العربي مواقع للانقلابيين في جبهة نهم ما أدى إلى مقتل 3 من قياديين من الحوثيين. في تطور عسكري على مسرح العمليات الميدانية في اليمن أعلنت قوات الجيش الوطني للمرة الأولى انتقال المعارك إلى مديرية أرحب بعد تمكنها من اقتحام مواقع ميليشيات الحوثي في المديرية التي تمثل البوابة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء. الجيش اليمني أوضح أن قواته تمكنت من الوصول إلى منطقة هران بمديرية أرحب وسيطرت على مواقع حاكمة على الطرق المؤدية إلى محافظة الجوف ومديرية نهم وتخوض معارك ضارية ضد الميليشيا الحوثية أسفرت عن مقتل 3 قيادات حوثية و17 من عناصرهم. طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت من جانبها بعدة غارات مخازن ومخابئ أسلحة وذخائر وتجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي في جزيرة كمران شمال غرب مدينة الحديدة. تطورات ميدانية متتالية دفعت قيادة ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة وفقا لمصادر أمنية إلى إصدار تعميم لكل النقاط الأمنية في مديريات جنوب المحافظة الواقعة تحت سيطرتها بالقبض على أي عنصر من عناصرها الفاري من المعارك في جبهة الجراح والإبلاغ عنهم لإعادتهم إلى الجبهات. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. هلأ الأمور أخذت مجراها الطبيعي. القضاء الصحيح. القضاء يبت الأسبوع المقبل بملف زياد عتاني. سوزان الحاج قيد التحقيق والحرير يدعو إلى سحب الموضوع من التجاذب السياسي. جاني شخص اسمه سيد جعفر وقال لنا يبغينا يتدرب في لبنان تبع حزب الله. البحرين تعلن اعتقال 116 إرهابيا مدعومين من إيران وبعضهم تلقى تدريبات في العراق ولبنان. النظام السوري يسيطر على 10% من الغوطة وقوات غصن الزيتون تحرر قرى جديدة في عفرين. بهذا نأتي إلى ختام النشرة. إلى اللقاء. ونحن تيار بيرقص أي تحالف معها.